يعني الواحد لما بيتكلم عن أي حاجة خاصة بمصر بأثرها بالموروث الحضاري المصري بيبقى أولا مبتسم أولا، وثانيا بيبقى مبسوط جدا من جواه، لأنه إحنا امتداد لهذا الزخم العظيم. في الدقائق التالية هنتكلم عن التعاون الوثيق ما بين اليونسكو وما بين الدولة المصرية في مجال الحفاظ على الآثار. واللي بيتابع المشهد المصري خلال الفترة اللي فاتت بيلاقي فيه اهتمام كبير قوي في هذا المجال. وزارة الآثار بإنشائها بمجموعة من المتاحف في تعاون دولي ومتابعة أيضا من القيادة السياسية في هذا المجال، لكن ما ننساش طبعا أنه في تعاون وثيق ما بين هيئة اليونسكو أو منظمة اليونسكو في المجال ده مع الدولة المصرية. للحديث عن جذور هذا التعاون وأشكاله، خاصة في اللحظة الراهنة اللي احنا بنعيشها، يسعدنا أن يكون معنا خلال الدقائق التالية الدكتور محمود المحمدي، عضو اتحاد الأثريين المصريين وخبير الإرشاد السياحي. أهلا يا فندم وصباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، سعيد جدا لتواجد مع حضرتك. الله يخليك يا فندم. طبعا احنا ما ننساش أنه معبد أبو سمبل وفيلة يعني كان هناك تعاون ما بين اليونسكو وما بين الدولة المصرية في إنقاذها من المياه عندما غمرتها أيام بناء السد العالي، وده موثق بصور فوتوغرافية وحاجات كتير. لكن في اللحظة الراهنة هل هناك أشكال التعاون ده بقى؟ خليني أخذ من حضرتك وأقول أن جذور التعاون ممتدة منذ إنشاء اليونسكو سنة 1945، وكان أول نداء لإنقاذ آثار النوبة كان سنة 1954. يمكن كان لمصر دور كبير جدا في شهرة منظمة اليونسكو. إزاي؟ حضرتك لما اهتمت منظمة اليونسكو بالنداء اللي أطلقته مصر بوجود الوزير صلوات عكاشة سنة 1954 رحمة الله، وبعد الوزراء وزراء الثقافة من اعظم وزراء الثقافه بالفعل، واللي تبنى اللي هو كان رئيس منظمه اليونسكو اللي هو فرنانديس اللي هو كان موجود في الفتره ديت، واطلق النداء الثاني سنه 1959 لانقاذ اثار النوبه، وتقدمت اليه الكثير من الدول للتبرعات، لان انت عارف حضرتك اللي منظمه اليونسكو منظمه تهتم بالتعليم وتهتم بالثقافه وتهتم بالعلوم وتهتم بالعلوم الانسانيه والاتصالات والإعلام. فمن أحد فروع اهتمامات منظمة اليونسكو هو الاهتمام بالتراث أو الثقافة. ومن ضمن الأشياء اللي موجودة عندنا في مصر، ربنا سبحانه وتعالى حمى مصرنا العزيزة بتراث فريد، وهو تراث ثقافي متنوع ينقسم إلى تراث مادي وتراث لا مادي. التراث المادي اللي هو يتمثل في المواقع الأثرية وكل ما خلفه الإنسان من حضارة رائعة جدا قدمها إلى العالم. وأيضا عندي تراث طبيعي، ربنا سبحانه وتعالى أيضا حبى مصر بالتراث الطبيعي اللي هو الذي جعل منها تحت أعين منظمة اليونسكو. أول حاجة لما تكلمنا في إنقاذ آثار النوبة، واللي مصر تكون تاني مقر لمنظمة اليونسكو بعد باريس، المنظمة اللي هو المكان القائم لمنظمة اليونسكو، فكانت مصر هي محط الأنظار أو هي التي جعلت من منظمة اليونسكو هي الشهرة العالمية. امتدت جذور التعاون بعد كده لسنة 1972 لما تم توقيع يعني اتفاقية اللي هي المواقع الأثرية العالمية. والمواقع الأثرية العالمية اللي هي تختص بزي ما احنا قلنا التراث المادي والتراث الخاص بإنتاج الحضارات المتعاقبة والخاص بالطبيعة. فجعل من مصر تكون محط أنظار لجميع هذه الاتفاقية. فمصر كان في الأول فيها سنة تم تسجيل سنة 1979 أول أماكن للتراث الثقافي في مصر، زي منطقة أبو مينا، زي منطقة منفس واللي ما تحتويه من هضبة الأهرام ودهشور وأبو رواش وجميع ما تحتويه منطقة منفس، أيضا معابد أبو سمبل وفيلة تلك المجموعة الكبيرة في جنوب الصعيد، وأيضا مدينة طيبة وشرق طيبة وغرب طيبة تم تسجيلهم في تلك الفترة لسنة 1979. نيجي سنة 2002 وهي الفترة التي تم تسجيل فيها منطقة سانت كاترين، وأيضا نيجي بعد كده سنة 2005
بيظهر عندي اللي هو التراث الطبيعي اللي حبنا به مصر، اللي حب ربنا سبحانه وتعالى به مصر، وهي منطقه وادي الحيتان في الفيوم اللي تم تسجيلها سنه 2005. ده محميتين جنب بعض، هي خدوا محميه وادي الحيتان ووادي الريان. خدوا محميه وادي الحيتان عشان الحيتان المتحجره اللي موجوده فيها. فاخر موقع تم تسجيله على منظمه اليونسكو في المواقع الاثريه التي تديرها منظمه اليونسكو هو موقع وادي الحيتان سنه 2005. مصر قدمت بالمناسبه للوادي ده، يعني معلش بس مش هينفع نعديها، يعني اللي يزور حضراتكم الفيوم ويروح لوادي الريان على يعني بعد كام كيلو كده منه وادي الحيتان، هيخش في مكان ما فيهوش شبكه، طبعا بتنقطع في الشبكه لانه في عمق الصحراء الى حد ما، هيشوف بقايا حياه تحت الميه، الشيلز اللي هي الحلزونات موجوده لحد دلوقتي، هيلاقي هياكل عظميه للديناصورات كانت وحيتان وفقمه وحاجات كتيره من 33 مليون سنه. انتوا عارفين ان هناك في مهبط طائرات وفي امكانيات عظيمه جدا معموله، يعني دي حاجه كده ملمح يعني بالفعل. يمكن اخر اكتشاف تم اكتشافه في تلك المنطقه وهو ده مكتشف من شهور، اللي هو الحوت البرمائي اللي اكتشفته جامعه المنصوره والباسه الجيولوجيه الخاصه بجامعه المنصوره. نيجي للتعاون اللي بتقوم به وزاره السياحه والاثار مع منظمه اليونسكو. طبعا منذ تولي السيد الرئيس يعني مقاليد الحكم في مصر، وهو اولى اهتمام كبير جدا بالحفاظ على التراث الإنساني والحضاري الخاص بمصر، خصص لتلك المهمة في حدود 22 مليون مليار دولار. تم انتهاء في حدود 72% من المشروعات الخاصة، طبعا الحفاظ على القاهرة التاريخية، الحفاظ على منطقة أبو مينا، الحفاظ مجموعة مبادرات بالفعل، لأن طبعا حضرتك عارف أن في قواعد معينة للحفاظ على تلك الأماكن التراثية التي تديرها التراث والتي هي موجودة تحت حماية التراث، ولها بعض الشروط والاشتراطات. طبعا. من ضمنها بعض المعايير اللي بتقول لازم أن تكون المكان التاريخي، ما يتمش تغيير اي معالم اساسيه. طبعا في العامل المجتمعي اللي طبعا لازم لابد من وجود الحياه موجود زي ما موجود عندنا في القاهره التاريخيه، وطبعا يمكن عندنا ما اولى به السيد الرئيس في الفتره اللي فاتت في الاهتمام بترميم او يعني اضرحه اولياء الله الصالحين في تلك المنطقه للحفاظ بالفعل للحفاظ على تلك المنطقة حتى تظل تحت مظلة اليونسكو. ايضا عندي في الاهتمام بوادي النطرون والاديره الخاصه به، الاديره الاربعه بوادي النطرون، وادي دير الانبابشوي وكذا كذا دير موجود هناك اللي كانت من ضمنهم يعني هي من ضمن مسار العائله المقدسه. ايضا تم تقديم الملف وان شاء الله منتظرين اللي هي برضو يقع تحت اداره المنظمه اليونسكو. ايضا المسار الخاص بالعائله المقدسه هو المسار اللامادي، يعني يعني اللي هو الخاص بالديانات، وبنقدم لنا برضو بيه ملف لهذا المجال. ايضا من الاماكن اللي برضو بنهتم تم الاهتمام بها وهي موجوده على القائمه المنتظره لمنظمه اليونسكو، اللي هي مدينه رشيد، وما تقوم بها الدوله من تطوير لمنطقه رشيد، لان منطقه رشيد فيها في حدود اكثر من 300 اثر اسلامي له مكانته وله طبيعته الخاصه. طبعا لما بنشوف اهتمام الدوله ايضا بهرم زوسر اللي هو اقدم مبنى حجري وهندسي على وجه الارض، واللي هو يقع ايضا تحت اشراف منظمه اليونسكو واداره منظمه اليونسكو. انت عارف يا دكتور، يعني معلش الشيء بالشيء يذكر، اليونسكو بيشيد بجهود الدوله المصريه في الحفاظ على التراث وفي الحفاظ على الاثار، والرؤيه المصريه انه مصر دوله عظيمه لها حضاره وحقب زمنيه مختلفه، وجزء من الحفاظ على الهوية الوطنية والحفاظ على التاريخ الحضاري
وخاصة حفظه للأجيال وتقديمه، لأن ده موروث عالمي بالفعل يا فندم. جزء من الحفاظ ده إنشاء الآثار وإنشاء المتاحف، إنشاء المتاحف وتطوير المتاحف مرة أخرى. يمكن من أهم أدوار اليونسكو برضو اللي كانت موجودة عندنا في تفجيرات متحف المتحف الإسلامي اللي كان اللي حصلت سنة 2014، وما قدمته منظمة اليونسكو من دعم مادي. أنت عارف حضرتك اللي منظمة اليونسكو يعني هي غير داعمة ماديا، يعني هي غير قبل، لكن تقوم اللي هي ما يسمى بطرح النداءات. قدمت في الأول $100,000، وده يعتبر مبلغ زهيد جدا جدا في ترميم المتحف. لكن بعد كده جات التبرعات من العالم كله، من النمسا وإيطاليا ومن دولة الإمارات. ده لما حصل انفجار في مديرية أمن القاهرة، لأن مديرية أمن القاهرة قدامها بالضبط المتحف، المتحف الإسلامي. وبالتالي ده كان يوم صعب قوي جدا 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 علينا. لكن تشوف دلوقتي الصورة بقى في المتحف الإسلامي اختلفت، حاجة جميلة اختلفت. ده بتدل على عظمة القيادة واللي موجود بالفعل من أبنائها المخلصين الذين يعملون في صمت وفي تجلي لرفع شأن هذا الوطن. لدرجة حضرتك كمان ما قامت به أيضا منظمة اليونسكو بالتعاون مع الإدارة المصرية في يعني ترميم متحف آثار ملاوي بعد التخريب وما حصل به. ما تقوم به منظمة اليونسكو بالتعاون مع الحكومة المصرية هو يعتبر من أعظم التعاونات التي جعلت منها علاقة تاريخية استراتيجية ممتدة لأكثر من 75 عام، بداية من سنة 1954 حتى الآن. يمكن كمان من أهم الأماكن اللي بيتم إعدادها لغاية دلوقتي بمشروع بيتم تمويله من بعض الحكومات برضو بناء على النداء الخاص بمنظمة اليونسكو، اللي هو وضع المتحف المصري بالتحرير على قائمة الانتظار إعداده ووضعه على القائمة النهائية لمواقع التراث العالمية، وما يحتويه المتحف المصري من 180 بالتحرير، المتحف المصري بالتحرير من 180 ألف قطعة أثرية تعود إلى العصور المختلفة. كل ده يمكن الدولة المصرية بتعمل على تجميع تلك الجهود وتنظيمها للحفاظ على ما يسمى التراث الثقافي والحضاري تحت مظلة الهوية المصرية. يعني يمكن دلوقتي لما بنشوف اللي احنا بنبقى في افتتاح لبعض الاثار اللي موجوده، المتاحف، عندي مثلا ترميم مسجد الفتح اللي كان موجود في منطقه اللي في القاهره في منطقه عابدين، ونيجي نروح الكنيسه المرقسيه في الاسكندريه، وايضا نروح في تجديد وترميم لمعبد الياهو عزرا في الاسكندريه. بنقول رساله للعالم كله ان مصر هي أرض الأديان، أرض الحضارات، أرض الثقافات، تجمعت تلك الأديان وانصهرت وقدمت الحضارة والهوية المصرية. صحيح. يوم 3 إبريل اللي فات كان في حدث العالم شهده وتابعه، ونقل المومياوات، متحف الحضارة العظيم اللي أبهر العالم، والحفل الليلي اللي حصل المهيب، واستقبال ست رئيس للمومياوات الملكية وهي وصلة لمتحف الحضارة، وذلك الحفل الموسيقي الجميل الرائع. وقد ايه مصر ضاربة، هي فجر الضمير فعلا بالفعل. ولما بنشوف ملوك وملكات حكموا مصر من آلاف السنين، وهذا الامتداد العظيم لدولة عمرها آلاف السنين لم ينقطع هذا الامتداد، وصول الملكات والملوك ويستقبلهم رئيس مصر الحالي، قد ايه الرسائل اللي وصلت للمصريين. انا هقول للمصري بالفعل بالفخر والاعتزاز. يمكن انا كنت مع حضرتك في الفعل في اليوم ده، كنا على الهواء في اليوم ده مع بعض، ويمكن شفنا قد ايه رئيسه المنظمه اليونسكو اللي هي السيده الفرنسيه دوري روزا، وقد ايه منبهره بتلك بهذا الموكب العظيم اللي تجلت فيه الحضاره المصريه بخروج المومياوات المصريه من المتحف المصري بمرورهم بميدان التحرير، وتصدير صورة أخرى لميدان التحرير بعد ما كان يصدر الصور السيئة، صدر صورة رائعة جدا. وأيضا يمشي هذا الموكب بجوار نهر النيل، وما قدمه أيضا من رسائل للعالم كله بأن مصر هبة النيل وهبة المصريين، ويخترق منطقة القاهرة التاريخية لكي يصل إلى مدينة
مدينة الفسطاط، ومدينة الفسطاط لها عبق آخر، فتجمعت فيه هي أرض الأديان، فتجمعت فيها الديانة المسيحية والديانة اليهودية والديانة الإسلامية، فجعلت منها أرضا للديانات ومنصة للحضارات. فكان لهذا المشهد حدث دور، أو هذا الحدث دور كبير جدا جدا في تسليط الضوء على الإنجازات التي تقوم بها الدولة المصرية، وأيضا توجيه الشكر للدولة المصرية في الحفاظ على تلك التراث الحضاري اللي كان سيدة رئيسة منظمة اليونسكو قدمت الشكر للسيد الرئيس، واستغل السيد وزير السياحة والآثار هذا الحدث في وضع المتحف المصري بالتحرير على القائمة المبدئية لمنظمة اليونسكو وإدارة التراث. احنا في الحقيقة عايزين نوجه التحية والتقدير لمعالي الوزير الدكتور خالد العلاني بالفعل، وكل رؤساء القطاعات الموجودين في وزارة الآثار والمجلس الأعلى للآثار، لأنه في جهد موجود على أرض الواقع وملموس، في اهتمام حقيقي. وسيادتك تفضلت قبل قليل بمسألة تجاور الآثار الإسلامية مع الآثار المسيحية مع الآثار اليهودية، ده في منطقة واحدة بس زي منطقة مصر القديمة، مصر القديمة جامع عمرو بن العاص، جنبيه كنيسة الكنيسة المعلقة وكنيسة المعلقة، وطبعا أسفل الكنيسة المعلقة حصن بابليون. بالفعل حصن بابليون على عتباته كان وقفت الخيول الإسلامية عمرو بن العاص ومعه الفاتحين، وفتحوا مصر في المكان ده تحديدا، وهو بيترمم دلوقتي. بعدها بشوية كنيسة باربرا، كنيسة أبو سرجة التي اختبأت فيها احتمت بها السيدة العذراء رضي الله، وعلى يعني وعلى هذه المنطقة وعلى أرض هذه المنطقة تعلم السيد المسيح أن يخطو أولى خطواته. أيضا نجد معبد ليهو عزرة في الموجود بن عزرة، تصور أن المعبد ده لحد دلوقتي محتفظ بكل تفاصيله. بالفعل وتخش تلاقي يعني كأنه كان بالأمس محتفظ. ده يدل على حاجة، انه مصر احنا ما عندناش مشكلة خالص مع الاديان، مصر مهد الاديان بالفعل، عاش فيها الجميع كل الطوائف بسلام، يعني ما فيش مشكلة عندنا، ومصر بتعتز بكل حقبها الزمنية، وده امتداد، وده بيضع اي مواطن مصري امام مسؤولية معينة، مسؤولية حضارية. انت بتنتمي لحضارة عظيمة جدا، لازم سلوكك وانتمائك يمثل الحضارة، يمثلها بالفعل. يمكن خليني اخد كمان من حضرتك ان لما المعبد ده يفضل على هيئته ده بيبقى براحة ومهارة المرمم المصري اللي طبعا تدرب تدريب عالي جدا وتخرج من كليات وتلقى تعليم متميز جدا، فجعلته في مصفة المرممين العالميين في اللي يبينوا للعالم كله قد ايه مهارة المصري وخاصة المرممين المصريين. نيجي ننتقل لجزء آخر وهو الاهتمام ب اللي هي مصر تخش منطقة تانية اللي هي تتحط في مصاف الدول المحافظة على الآثار والمواقع الأثرية، لدرجة ان مصر بتقفز من المرتبة العاشرة عربيا الى المرتبة الثانية بجوار تونس ويسبقنا المغرب. طبعا يعني بما تقدمه الدولة من وعي أثري ووعي سياحي خاص بالحفاظ على تلك المناطق. يمكن بنشوف الدولة دلوقتي بتتوجه اتجاه تاني خالص، اللي هو طبعا بتدريس التاريخ المصري كنوع من أنواع الحفاظ على الأثر ونوع من أنواع تأكيد الهوية الأثرية والهوية الوطنية. وأيضا كمان الدولة المصرية بتعمل من جهة أخرى على تسجيل العادات والتقاليد تحت ما يسمى التراث اللامادي، زي ما مثلا زي ما حضرتك الحرف اللي تم تسجيلها عندنا، بس للأسف حرفتين بس المتسجلين اللي هي حرفة التل وحرفة تسمى الصناعات التراثية، الصناعات الثقافية في اليونسكو. وإحنا عندنا بالمناسبة صناعات كتير قوي، النحاس، الفخار، الخيامية، الفخار، الفخار، البرد اللي احنا كنا بنتكلم عليه ده اقدم حاجه موجوده، اقدم صناعه موجوده في التاريخ، حرفه النجارين اللي موجوده. خليني اقول لحضرتك بقى موضوع البرد والساده المشاهدين معانا،
في احدى الاماكن في محافظه الشرقيه قريه طرموس، بيجيبوا الشجر اللي هو اللي بيطلع من النيل، ورد النيل اعتقد هو ده. هو هو شجر هو مش ورد النيل، هو نبات البرد اللي هم بيزرعوه لغايه نبات البرد. نبات البرد بيتجاب وبيتقطع بطريقه معينه وبيتكبس، وفي طريقه معينه في النهايه بيوصل للورق، ورق البردي لحد دلوقتي موجود. بالفعل لحضراتكم مرة أخرى أكرر التحية بضيفي الكريم الدكتور محمود المحمدي، عضو اتحاد الأثريين المصريين وخبير الإرشاد السياحي، ونتحدث عن يعني إشادة اليونسكو بجهود الدولة المصرية في الحفاظ على التراث، ومؤخرا مجموعة من الأحداث التراثية والأثرية والمتاحف إلى آخره. أهلا بك يا دكتور مرة أخرى. أهلا وسهلا بحضرتك. انتهينا في الحديث عن المتحف المصري، بقى عايزين نتكلم عنه شوية، المتحف المصري الكبير اللي موجود حاليا، وذلك التنسيق حواليه اللي حصل من أولا الطرق بقت على أعلى مستوى، تم يعني إزالة عدد كبير من المباني من أول المتحف في مواجهة الأهرامات، يمكن كان من ضمنهم استراحة رئيس القوات الجوية اللي تم إزالتها، فده قد إيه بتدل على تعاون وتوافق جهود الدولة بالفعل. يمكن من منبر حضرتك ده أنا وجه الشكر للجميع القائمين على هذا المتحف، وخاصة السيد اللواء المهندس عاطف مفتاح طبعا. لما يقدمه من إبداعات هندسية في إنهاء هذا المشروع الكبير اللي بيتم بالتعاون مع منظمة الجايكا وهيئة الجايكا اليابانية اللي هي منظمة الصداقة المصرية اليابانية، وما قدمته من دعم مادي، وأيضا الدولة ما قدمته الدولة من دعم مادي كبير جدا، خاصة أن كان المشروع ده متوقف منذ فترة وكان تكلفته عالية جدا، فعندما أولى للقوات المسلحة يعني تخيل لحضرتك التكلفة نزلت للنص بالظبط، ووتيرة الإنجاز بقت سريعة جدا. صحيح. يعني يمكن من بداية من الميدان اللي موجود اللي هيبقى موجود اللي فيه ميدان المسله المعلقه، وده اول حدث فريد يتم او تصميمه ميدان هكذا، اللي يبقى فيه مسله رمسيس الثاني ده تم اتاء بها من صان الحجر ويتم تعليقها في الهواء عشان يتم قراءه النقش الحجري، وايضا يتم كتابه جميع اللافتات واللوحات باللغات المختلفه وايضا اللغه المصريه القديمه، ده لتاكيد على الهويه المصريه. ايضا بنشوف الدرج الاعظم وبنشوف ما به من تماثيل لملوك مصريين في حدود 44 درجة، عليها مجموعة من التماثيل المختلفة بداية من الملك رمسيس الثاني اللي بيكون في استقبال الزائرين. يمكن بنفتكر مع بعض سنة 2006 لما تم نقل التمثال الخاص به رمسيس الثاني من ميدان المحطة إلى مدينة مطرهينة، وهو الآن والنقل الثاني كان في 2014 حاجه زي كده، لا كان في 2018 اعتقد بالفعل. من مترهينة الى المتحف المصري الكبير مستقره الاخير ليكون في استقبال الضيوف. ايضا بنشوف كمان سيناريو العرض اللي هيبقى البطل فيه الملك الذهبي او الفرعون الذهبي توت عنخ آمون، لما يتم نقل جميع اثار توت عنخ آمون لتكون هذه المنطقه هي او هذا المتحف هو البيت الاخير لتوت عنخ آمون، وتم أثاره التي تتكون من 5400 قطعة أثرية عملت على جذب ولفت الأنظار في تسويق أو المعارض الخارجية وتسويق السياحة المصرية. أيضا بنشوف حاجة جميلة جدا اللي هي معمل الترميم اللي هو ممكن اللي بيسع ل 100,000 قطعة للترميم، ده وجوده في هذه المنطقة لتسهيل عملية استقبال الأثر وترميمه وبعد كده إخراجه للجمهور بالشكل الذي يليق. نيجي بنلاقي ان هذه المنطقه سوف تكون متحف مفتوح. اشكرك جزيل الشكر ضيف الكريم دكتور محمود المحمدي.